اول الشيء الكابوس هو مزعج، اما الحلم ممكن يكون حلم حلو، ممكن يكون حلم في انه ايجابي لك مش سلبي، اما الكابوس هو سلبي، لانه الكابوس هو عبارة بتشوف حالك انه حدا لاحق بده يقتلك، حدا حاول انه بده يعمل اشياء، او حدا لا سمح الله يغتصب وحده او شيء، او يشوف حاله واقع من السماء للارض، او بسينه اجت عليه عم بتعضه، او حيوان مفترس عم بحاول بده ياكله، او حيه عم بتحاول كمان بدها تلحقها وتلف حواليها او تقتلها، هيدا الكابوس. الكابوس هو عبارة عن حلم مزعج، او انه اذا بيكون في ناس بيكونوا متقلين بالاكل، في عندهم تخامة بقلب المعدة، هيدا بتعمل كابوس. بس هيك هي طبعا هيدا الحل، لا لانه في عندك الكابوس اوقات بيجيك في ناس بيكونوا عندهم تسليط، عاملين تسليط عليك، في ناس عاملين تسليط عليك، وهيدا الكابوس عم بيحاول يجيك ويعمل لك مشاكل ويخوفك. ليه بيقولوا انه مش مشكورة الواحد ينام لحاله؟ لانه اذا نام لحاله على فكره بيسيطر عليه كل شيء، بيحاولوا الروحانيات يلي عنده بيحاولوا يطلعوا. ليه؟ لانه اوقات بيصير في عندك لا سمح الله كريزة اعصاب، كريزة قلب، كريزة ضغط، كريزة سكري، اي اختناق. برافو عليك. اوقات بتوصل بتيجي بدك توصل لحد الباب لتوخذ منك، بدك تقدر بدك تفتح الباب كانه حدا بيشدك لورا وبتوقع. بقى هلا على قد هيك نحن عماله بنقول انه اذا واحد بده ينام لحاله مش مشكور. طيب شو الحل بالكابوس؟ ممكن يكون في اي او طبعا في تعويذه شيء اكيد انا بعطيهم اياها، وهي تعويذه طبعا انه للقرين، هيدي طبعا بيعملوها، وهيدي التعويذه قويه كثير كثير، وبقول لهم بسم بعدين بنحكي عنها وبنعطيها بشكل كامل. ممكن آية الكرسي ممكن يكون بعيد عنهم هالاشياء صح؟ آية الكرسي كثير مهمه وعلى راسي من فوق، بس اذا ما كان فيها توكيل كيف بدها تمشي؟ اوكي، لانه بدك توكلها، والتوكيل تعولة بده بخور، وهذا البخور انا اللي بحكي عنه مثلا معلي، لانه لما بقول للناس هتوخذني بهالكلمه انه بترجاكم ما تظلموني، في الله بيني وبينكم، انا رسماله بقول لهم جيبوا لي اغراضكم وما بدي منكم شيء، بس في اغراض، هي الاغراض هي اللي بتكلف، هيدا البخور اللي نحن عم نحطه وعم نتعب عليه، يا هل ترى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما بنقول نحن انه حتى ما يفكروا الناس عم نعمل دعايه لنفسنا، او انا عمال بحاول انه بقول للناس انه شغل تجاري او شغل كذا، ما عندي هالحركه، كل العالم بيعرفوني بصراحتي، ويمكن صراحتي اوقات في ناس كثير بتزعل مني، بس بالنهايه ان ينصركم الله فلا غالبا لكم، لما الله سبحانه وتعالى بده ينصرني ما بخاف من العبد. شيخ خالد بحب ذكر انه عم يوصلنا ايميلات كثير عبر موقع شريعة الفن، ولكن عم بيكونوا بلا اسم الوالده، يعني لازم تحكونا اسم مثلا زينب بنت، يعني هي ما يعني مثل هيدا هلا كاتبه هالشعر هيدا وما بعرف شو، كثير كثير حلو، بس لكن ما بهمنا نحن الشعر، بهمنا نحن توصل للنتيجه اللي بدكم اياه. انا بتشكركم طبعا وبقدركم، ولي الشرف ولي الفضل انه عن جد عم بتواصل مع ناس مزوقه وناس كريمه وناس عندها مصداقيه، وعن جد بفتخر بالناس اللي انا عن جد بعتبرهم اهلي وبحطهم تاج على راسي وبجلهم. معنا اتصال جديد. الو الو الو، يا هلا تفضلي. الو، انا فتيحه بنت سعديه. بنت سعديه، ولكن اسمك صغير لو سمحت. فتيحه. فتيحة صح؟ فتيحة. فتيحة. نعم. اوكي، من وين عم تحكينا؟ من الجزائر. يا هلا فيك، تفضل يا شيخ علي خليفة معك. يا اختي فتيحة، حسب ما مبين عند العلم عند رب العالمين، حسب ارقامك الحسابية، في عندك نوع من التعب وعندك نوع من الخجل. انت انساني بالعكس، لازم ترفعي راسك عاليا، لانك مظلومه على فكره، وتعبتي كثير كثير، وعندك مشاكل هون، وهم حامله هم كثير كثير كبير، وفي واحد هون حامله هم وتعبانه من وراه، الاباء يكونون الحصرم والابناء يدرسون. انت انساني مركزه على امور على فكره، لكن في مشاكل وتعب، في عندك امور عم بتحاولي تطلعي منها بس مش عم تقدري، بدي منك حتى تطلعي من الامور يلي انت فيها، ما بدها شيء، قبل ما بدك تنامي كل يوم عند بعد صلاة العشاء إذا ممكن، أو أنت ما بدك تنامي 12 واحدة تنتين ثلاثة، أي ساعة أنت بتنامي سورة ياسين، سورة ياسين والقرآن الحكيم إذا ممكن، بدي منك تقرأي لي إياها، من بعدها بتقولي ليكي لقلك أمسينا وأمسينا لله، أمسينا وأمسينا لله، ما بدها شيء، أمسينا وأمسينا لله، إذا ممكن تعملي لي إياها على مدة 6 أيام، بعد ال6 أيام حاولي تخابرينا واتكلي على الله وخلي ايمانك بالله، ما عندك شيء ابدا ابدا، فقط الله بده ينصرك على الناس يلي عم يعملوا لك مشاكل وتعب، وفي واحد ظالمك،
هذا الانسان اللي ظالمك ان شاء الله حتنتصري عليه، واعملي اللي عم بقول لك عنهم باذن الله، وبعد ست ايام حاولي خابرينا قدام الناس كلياتها، كلمينا وقولي لي كذب ولا لا. في شخص اتصل فيك كيف عنده مشكله وبعد فتره وجيزه جدا قلت له ارفع راسك منك مذنب، كان عنده شغله مزبوط، لانه هيدا الانسان ظالمينه، ولكن انا ببين عندي لما يكون مظلوم هالانسان هيدا يرفع راسه عاليا ودائما يشكر الله لانه ربنا نصره على من عداه او على من ظلمه، كرمال هيك نيال المظلوم بس عند الله بريء. وقتها فجأة عملوا له الشغلة مركبة جدا حتى ما يلاقي حقيقة، مظبوط، والحمد لله حل بعند صدق او لا تصدق طبعا. ان شاء الله طبعا. عم بمشي اسرارك على الهواء، عم اتصال جديد. الو 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 وطي التي في وكلمينا، مين معنا بليز؟ بس انا نسرين بس عم كرمه بنت سلمى. نسرين بنت سلمى؟ نسرين بنت سلمى صح؟ لا كرم، كرم ابن سلمى. كرم ابن سلمى. كرم ابن سلمى. شو بكن لك كرم يا اختي؟ كرم ابن سلمى، كرم ابن سلمى شو بكن لك؟